السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا طريقة عمل الفيدر للطابعة J480 DW. أول شيء نفتح الفيدر، نستخدم الملزمة، هذا وجهها ومن هنا نعطي خروج من الفاكس، بعدين نعطي كوبي عدد النسخ من هنا، ستارت للملون اللي نختار الأخضر، والأبيض للأبيض وأسود. مثل ما تشوفون تسحب الفيدر الورقة من فوق، تستنسخها من أسفل.